لفتة الشاورما رح نحتاج لخبز مقطع مقلي، 500 جرام دجاج مسحب، معلقتين صغار بهارات شاورما، معلقتين كبار لبن، معلقتين كبار خل ابيض، معلقتين كبار زيت شعبان، بصله مبروشه، ملح من ساسي، حبتين بطاطا مقطعه مكعبات ومقليه، نصف كوب مخلل مقطع، بصله مقطعه ومعلقه كبيره سمنه. رح نحتاج كمان لكيلو لبن، ربع كوب طحينية من الكسيح، 3 معالق كبيرة مايونيز، 4 سن ثوم مهروس، ربع كوب عصير ليمون وبرش ليمون ورمان حب وبقدونس للتزيين، وأكيد كل البهارات اللي احنا مستخدمينهم من مطاحن خليل سكافي. هلا الدجاج اللي عندي انا نقعته مع البهارات الشاورما الخصوصي، ورح احط عليه بشر ليمون. انا كنت رح ارجع اقعد هيك اتبلهم قدامكم كاملين، بس هم مكتوبين عندكم كلياتهم بالمقادير بالضبط. في معهم برش ليمون وفي معهم خل زي ما محطوط. هاي رح احط كمان شوي خل عشان ضلكم متذكرين. رح ارجع اسالك كمان مره هذا السؤال، لازم نتبلهم قبل بكثير ولا برضه قبل بساعه بكفي؟ قبل بساعه، ساعه بكفيكم. أوكي. ما بدها وقت اكثر. حلو. طيب وهي هم رح احركهم. طبعا حطيت لهم زيت زيتون وحطيت لهم ثوم، يعني اي شيء هيك من هدول الاشياء اللي بتلبق مع الدجاج بيطلع معها بشهي، بس اجمالا بهارات الشاورما عاده بتكون فيها كل هاي الاشياء، يعني بكون فيها الفلفل، بكون فيها الهيل، فلفل اسود سوري وهيل، فهذه الاشياء كلها بتعطيها طعمه هذه الشيء الزاكي اللي فيها طعمه الشاورما البنيه. طعمه الشاورما انا راح احط بس شويه زيت، لانها هي انا لما نقعتها حطيت لها شويه زيت اصلا، فما بدي تصير كميه الزيت فيها كثير كبيره. رح احطها ورح انزلها. حطيت القلم. اليوم احنا رح نوصف لك اواعيكم الحلوين اللي عند بس سكندز. اواعي من بس سكندز بجننوا حبيبتي. رح اخليك ان شاء الله ما يطلع ريحه كثير قويه. ان شاء الله تطلع لنا ريحه البصل والقلي هلا بس يبدا هيك شوي تنشف الشاورما، رح نحط عليها شويه بصل، يعني مش هلا كمان شوي، انا ما حطيته بالاول لاني ما بدي اياه ينحرق، بدي اياه شوي متأخر. هاي خلص هيك، ولأنه ما بزبط طبعا شاورما بدون بصل للأسف طبعا. وبعدين بتحسي انه رمضان لازم يكون فيه فتات. مزبوط. يعني هذا زيه زي الشوربه زي السلطه، فهذا شيء رئيسي بيكون. فاحنا اليوم عطيناهم فكره جديده للفته، خلص فتت الحمص وفتت الدجاج وفتت الباذنجان، فهلا اليوم عطتكم الشيف هاني فكره جديده، فتت شاورما الدجاج عشان يربح معنا. وكمان شيء بحب احكي لكم اياه، انه بتقدروا نفسها هذه الخلطه اللي عملناها هلا للدجاج بنقدر نحطها بخبز الشراك ونلفها بتصير شاورما. حلو. طيب هلا انا عبين ما يخلص الدجاج هون عندي رح اعمل الخلطه اللي بدها تنعمل، اللي هي او اقول لك نبدا نحضرهم بقلب الصحن تبعها. طيب قولي لي اي صحن بدك هذا؟ الصحن اللي تحت بليز لو سمحتي. طبعا بدنا نذكرهم انه كل هاي السفره وكل هدول الصحون كلياتهم مقدمين من ديكوريشن 1، بنوجه لهم تحيه ونشكرهم على هالزينه الحلوه، يعني سواء لاستوديو فطور سحور او لاستوديوهات البرامج. انا كثير بحب هذا الجامع، كثير حلو اللي من عندهم. وهدول كمان كثير حلوين، اشياء هيك بتحسيهم شيء اربسك هيك شيء. وبعدين بضل عندي كمان، بضل يعني عندك هدول مثلا بتقدر تستخدمهم حتى لو بعد رمضان. حتى لو بعد رمضان بنحطوا فيهم كثير، بنحط فيهم اشياء. انا صونيهم او صوانيهم جننوا. حلوين صح. طيب هاي رح نحط هيك اظن بكفي خبز، ما بدي ابالغ بالموضوع. طيب ورح نحط عليه البطاطا، ما رح احط كل الخبز لاني رح ارجع احط شوي منهم على الوجه. هيها بطاطا مقليه مقطعه زي ما محطين احنا مكعبات. حلو. اوكي هلا بس بدي اجيب، بدك تعملي الدريسنج لحالك؟ بدي اعمل الدريسنج. تمام. هلا عم بشاركوا اللبن. شوفي رح هي سهله زي الفتات العاديين. رح احط لبن، بس اللي جديد فيها هاي انه رح نحط مايونيز، يعني رح احط لبن ومايونيز وطحينه، الثلاث اشياء، طحينه الكسيح. اوكي هلا اذا بدك تشوفي الكومنت هي معك. لا مش مشكله، خليكي اذا بدك تعبي ما تعمل الخلطه كامله. أوكي. عشان ما نضيع ونعمل تشتيت. اوكي كان بدي معلقه او صغار زي ما مش مشكله. بدك معلقه من هون؟ اذا في حبيبتي. يعني هو كل الناس اشتاقت للشاورما بفتره الحجر،
وهلا بس بلش يفتح المحلات، بس طبعا الشاورما البيتيه بتضلها غير عن ريحتها. انت شامم الريحه؟ انا شامم، انا عشان هيك بحكي لك انه لان الشاورما يعني بالبيت بنعملها غير عن تبعت السوق، فمش غلط انكم تجربوها. واليوم مش شاورما عاديه، فتت شاورما الجاج، فيعني فكره جديده للفته ولكل محبين الشاورما. خلطنا لهم اياهم ودمجناهم بوصفه واحده. وزي ما حكينا بتزبط للسحور لانه معها بطاطا، معها يعني مغذيه. هاي راح احط عليهم المايونيز، وراح احط عليهم التون. بعدين حلو انه التوم انه كانت الشيف تعمله قبل ما انه بالفاصل، بعدين قالت لا خلينا نعمله كله قدامهم. بتعرفي اللي بحس ايام في اشياء اذا الواحد بيشوفها بضل يتذكرها كمان، يعني بصير يعني هلا انتم اكيد كتبتوا المقادير، بس الواحد بضل يقول اه لا شفتها انا حطت توم حطت كذا. صح، بتذكر الموقف. صح. وطبعا بدنا نذكرهم انه اذا ما لحقوا يشوفوا المقادير من بدايه الحلقه والمقادير تبعت وصفه الريش اللي هلا صارت عنا بالفرن، بدكم تفتحوا على قناتنا على اليوتيوب وبتلاقوا كل الوصفات سواء حلقات اليوم او بالحلقات السابقه تبعت برنامج فطور وسحور، كلياتهم موجودين على قناتنا على اليوتيوب. ولحتى تكونوا احد كمان الرابحين معنا، كتبوا من مشاركتكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك، لانه قبل ما نطلع الفاصل الثاني رح نعلن عن كمان رابح ربح معنا بحلقه اليوم. فكتبوا من مشاركتكم، شاركوا معنا بأي شيء بدكم إياه. إحنا سؤال حلقتنا لليوم حطينا إنه الفتة تبعت الشاورما هي فتة شاورما دجاج ولا شاورما لحمة، بس تقدروا كمان تشاركوا معنا بأي تعليق، أي استفسار حابين توجهوه للشيف أو حابين كمان تسألوني إياه، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وإن شاء الله رح نجاوب على كل أسئلتكم، رح نقرأ قد ما بنقدر من التعليقات اللي عم توصلنا. أنا بهذا الوقت أنت الكستليتا من الفرن لأنها خلاص. عن جد أخذت وقتها. حلو. طيب هلا رح نكمل، حطينا هون اللبن وحطينا المايونيز وبدنا نحط الملح. طبعا شوي رشة ملح، وراح أحط كمان عليهم الطحينة يعني لأنه ما بزبط طحينة الكسيح رائعة الصراحة، وأنا بحبها لأنها بتضاين وبتضلها طعمتها كتير زاكية. حلو. وما بزبط اصلا ولا فتة بدون الطحينة، بدون طحينة الكسيح ما بتزبط طبعا. اوكي حلو. هلا من مميزاتها بتعرفي ايش بحب فيها؟ انه بتقدري تنظفيها من برا، في علب بتلاقي بلاستيك من برا فبتيجي بدك تمسحيهم بتلبط بالايد وهيك، هاي كثير سهل انك تنظفيها، يعني خلص هيك مسحة على الخفيف وبتضلها 100%، فبتضلها نظيفة وهيك. هلا بننظفها وبنظبطها. طيب هلا رح احط ارجع كمان شوي برش ليمون على اللبن لاني انا بحس بعطي طعم زياده زاكيه خاصه للشاورما. صح، يعني شايفين هي بتشبه اللي احنا بنعملها بس فيها شيء هيك شوي، يعني في هيك لمسات صغيره وتريكس من الشيف هانيه كمان لازم تجربوها اكيد. خلص هيك. طيب وهي خلص هي بس على المقله، ما رح نحطها بالفرن، ما بنحطها لا لا هاي ما بدها فرن خلص. هلا بس بدي اعصر كمان ليمون. حلو. واحط عليها شوية خل على عصر الليمون. الليمون وفيتامين سي بالاخص هو واحد من الفيتامينات اللي كثير بتتاثر بالحراره وبالضوء، فلما احنا بدنا نعمل ليمون او بدنا نعمل عصير برتقان اذا كان فريش لازم نعصره ونشربه مباشره عشان ما نخسر الفوائد الغذائيه والفيتامينات اللي موجوده فيه، هم والزنجبيل كمان لانه الزيوت الطيار اللي موجوده فيه ممكن انه اذا قعد فتره طويله ممكن انه احنا نفقدها، فلحتى نستفيد منه ومن كل الفوائد الغذائيه اللي موجوده فيه ونحاول انه نعصره ونستخدمه مباشره زي ما عملت اليوم الشيف هانيا. ما انا اليوم ماشي بتعليماتك اليوم. ايه انا ماشي اليوم بتعليماتك. لا في حدا دايتيشن بتقول انه رح نحط شوي من الخبز اللي انا بس ما رح احطهم كلهم، خايفه منها انا صراحه. حبيبتي لا بس يعني برمضان اصلا هو يعني عامل دايت لحاله. مزبوط. صح. يعني هو بيشبه دايت الصيام المتقطع. صح. انا كنت بحكي لهم ببدايه الحلقه فهم بيقدروا انهم ياكلوا ب 8 ساعات ويصوموا 16 ساعه. صح. طيب شو صار بالفته؟ طيب الفته هلا عندي صارت خالصه. الشاورما هيها خلصت. يا سلام شوفي ما احلى لونها وشكلها عن جد ريحتها. انا الريحه ريحه شاورما ريحه. طيب خليني بس انا هيك بدي اعيد بالمختصر بس للناس انه كيف عملناها للجمهور. هلا حطينا اول شيء الدجاج اللي انا جبته مقطع، حطيت معه بهارات شاورما وحطيت عليه عصير ليمون وحطيت كمان عليه هيل وبشرة ليمون وشوية عصير ليمون وزيت زيتون. هيك بنكون تبلنا. هلا لخلطة اللبن زي باقي الفتات اللي بتعملوهم، لبن
وطحينة، لأنه طحينة الكسيح دائما موجودة بكل فتاتنا 100%. بس الفرق اليوم إنه زودت عليها معلقتين مايونيز، لأنه الشاورما بتحب المايونيز. شاورما الدجاج 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 بتحب المايونيز. طيب، وحطيت عليهم توم هرسته، وحطيت كمان بشر ليمون وعصير ليمون وملح. تمام. وهي صارت هاي الخلطة عندي. أوكي. هلا هاي الخلطة رح أحط نصها الطبقة الثالثة. رح أحط هون الطبقة الثالثة. حطينا هون خبز مقلى أو إذا بدكم مشوي عشان الناس ما يزعلوا، عشان في ناس ما يزعلوا. هلا في عندي بصل. طبعا البصل عاده اللي مع سماء بنحطه مع فته الشاورما اللحمه، بس احنا اليوم رح نحط شوي منه مع تبعت الدجاج برضه بيطلع زاكي. هيك رح افركه كميه صغيره. واللي ما عندهم سماء اكيد بيقدروا يروحوا يجيبوا السماء من مطاحن خليل لسكافي. طعمهم وحجمهم وسعرهم كثير معقول. صح. هي هيك بس رح احط هيك شوي. شايفه لان حتى بتعطي لون. انا بحب البصل الاحمر. انا شلحت كفتي لانها شوي عصبتني، بس كنت مغسله ايدي طبعا اكيد. لا بس اللي ايد الاوريدي عم تشتغلي فيها يعني لابسه فيها. لابسه فيها بس انه عشان الغاز. هاي للغاز لانه ما كنت حابه اضلني ماسكتها. اوكي حلو. خلص بس هدول رح احط. رح احط هلا عليهم الشاورما. هلا في مره انا مثلا كان بدي اياها حسيت الدجاج شوي نشفان، بتقدروا تحطوا عليهم هذا الخليط يدوب يعني معلقتين او ثلاثه مي. اوكي بيرجع جوسي حتى يرجع جوسي. وزي ما قلنا انه يعني بيقدروا هاي وصفه الدجاج بدل ما يديروها بالفته بيقدروا انهم يعملوها كسندويشات كشاورما عادي. صح. وبنفس الصلصه. صح صح مزبوط. نفس الشيء بالضبط. اوكي. هي انا انت بس شوي للزينة. هدول عشان احطهم على الزينه. وهي هيك نرجع بنكمل الصوص. يا بيي شو زاكيه. انا عملتها هذيك المره برمضان للاولاد كيفوا عليها. يعني اشي هيك فكره جديده بالضبط. وبعدين الكل بيحب الشاورما. صح. كبير صغير يعني. صح. كل. وبعدين هيك بتيجي لك على الفطور منعشه. منعشه زاكيه. انا كان بدي اللبن يكون شوي اكثر بس بقدروا يكتروا اللبن. بقدروا يكتروا بس انا هيك عشان كمان تضل مبينه انها هي فتت اللي تحت. حلو. هي هيك. يا سلام. يعني جواب سؤال حلقتنا لليوم صار واضح. واضح يعني. عم نعمل بالجاج وبنشتغل بالجاج وصفتنا الثانيه كلياتها بالجاج. فشو الشاورما اللي حضرت لنا اياها؟ فتت الشاورما اللي حضرت لنا اياها اليوم الشيف هانيه. وطبعا طبعا فتت الشاورما الدجاج ما بتزبط بدون مخلل 100%. احنا زي سندويشه الشاورما كيف بكون فيها مخلل، فهي كمان لازم يكون فيها مخلل. وراح نحط عليها رمان. هلا صايرين كل المحلات بعون الشاورما يزيدوا دبس الرمان، يزيدوا الجبنه. فعن جد يعني حتى هلا الرمان بهاي الفته لونه بيعطي طعمه. عن جد بيعطي شيء. صح بيعطي اضغفه. هي هيك. يا سلام. انا كنت ازود لها كمان شويه. ايش حابه تزيدي؟ كنت بدي ازود عليها كمان خبز بس حاسه الصراحه خلص شكلها كثير حلو. مبين انها فيها خبز، مبين انه فيها بطاطا، مبين الدجاج، يعني كل شيء مبين. خلص يعني. هي سلام. سلم ايديكي وايديكي.